السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد لربح عمله الدولار. هذا الموقع بيدفع على محفظه الباير بحد ادنى للسحب 1 دولار مثل ما كنتم لاحظين اصدقائي. موقع جديد في اثباتات سحب كثير، موقع مجاني 100%. وهون الدفعات كلها جديده، 3 ابريل 30 نيسان شايفين اصدقائي. طبعا موقع فيه عشرات الدفعات وكلها جديده خلال اليومين الماضيين. طبعا هذا الموقع عمره اقل من اسبوع، في عدد كبير من المستخدمين دافع اكثر من 1000 دولار خلال هذه الفتره القصيره، وهذا شيء كثير كويس بدل على قوه هذا الموقع ومحاوله الدخول بين المواقع الكبيره. طبعا اصدقائي خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع، وان شاء الله خلال الايام القادمه ممكن نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع، سواء هذا الاثبات مقدمه بفيديو مستقل او حتى على اليوتيوب كوميونتي او قناتنا على التليجرام. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا اللينك مباشر، لما بستخدم اي روابط مختصره هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، ضغطين اخي الكريم تفتح معنا هاي الصفحه. نحن بنروح على كلمه ريجستر او التسجيل هاي اللي هون او ريساين اب، بنضغط عليها. طبعا اخي الكريم تفتح معك هاي الصفحه، بتحط هون اسم بالكامل، بتحط هون ايميل صحيح يفضل يكون جيميل، بنعيد الايميل، اسم مستخدم هذا بتحتاجه لتسجيل الدخول، باسورد، بنعيد الباسورد، بنحل الكابتشا، بنوافق على الشروط، كلمه ريجستر بيكون صار عندنا حساب. طبعا الموقع راح يبعث لنا رساله تاكيد على البريد اللي نحن سجلنا فيه، ممكن نلاقي هاي الرساله بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، نضغط على اللينك الموجود فيها. طبعا هذا اللينك بياخذنا على الموقع، راح تلاقي اسم المستخدم الخاص فيك او الايميل، راح تلاقي تحته كود، هو كود دفعي، بس بتضغط على كلمه سند وتفعل حسابك، بعدين بتعمل لوجين بشكل طبيعي على هذا الموقع. طبعا اصدقائي رساله التاكيد اجتني بالبريد الوارد، كليكس بي، شايفين اصدقائي في هذا اللينك، بضغط عليه بتفعل حسابي مثل ما قلنا، في بعدها كلمة سند دخل الاكتيفيشن بضغط عليها بتفعل الحساب. طبعا بعض الاحيان ممكن تجي رسالة التأكيد بالرسائل غير مرغوب فيها، او حتى ممكن تجي بالرسائل الاجتماعية والترويجية، فانتبه احيانا ممكن تجي رسالة التأكيد بهاي الخانات. طبعا رح نعمل لوجين على حسابنا داخل الموقع، بنحل الكاباتشا بانمتري وهاي لوجين. طبعا اصدقائي هاي واجهه الموقع من الداخل، نحن بنجمع الدولار او سنتات الدولار، بعدين بصير 1 دولار اسحبهم على محفظه الباير. انا منين بدي بلش جمع هاي العملات؟ شايفين اصدقائي روح على كلمه ايرن ماني، بتظهر لي اول واجهه من طرق الربح. اول وحده هي فيو ادفرتايزمنت او مشاهده الاعلانات، بضغط عليها. طبعا اصدقائي تفتح معنا هاي الصفحه، موجود مجموعه من الاعلانات، هذا مثلا فينا نقول نص سنت نص سنت نص سنت، طبعا هون كمان نص سنت، لتحت بصيروا اصغر، هون ربع وهدول اصغر. طبعا هدول اعلى اعلانات موجوده ممكن تاخذ عليها على الانترنت، ما بتوقع في اعلى من هيك. والموقع جديد بيحاول يحفز الناس او يساعدهم للدخول او التسجيل داخل هذا الموقع، فحاطط اعلانات عاليه القيمه. مثلا هذا الاعلان، تمام اصدقائي بنضغط عليه، طبعا فتح معي بصفحه ثانيه في هذا الخط، بنتظره لحتى ينتهي. طبعا انتهى، اعطاني كباتشا، بختار الصوره المعاكسه، تمام اصدقائي كسبت قيمه هذا الاعلان، اتابع بقيه الاعلانات بكسب منها. في عندنا مثل ما قلنا طرق ثانيه، بيد تو ساين اب او الكسب عن طريق التسجيل. طبعا حاطط اربع عروض، شايفين اصدقائي هذا العرض ب 40 سنت، هذا ب 10 سنت، هذا ب 10 سنت، هذا ب 10 سنت، وهذا شيء كثير كويس، ممكن تقوم بهي العروض اصدقائي، او مثلا شوفوا المهمه المطلوبه منكم بتأدوها، بتحط المعلومات داخل هذا العرض، ممكن تكون هاي المعلومات مطلوبه عن طريق صوره، ممكن مطلوبه عن طريق معلومات منك مثلا الايميل اللي سجلت فيه، او حتى ممكن تكون اسم المستخدم، بتقدم هاي المعلومات بيشوفها ادمن، طبعا هاي المهمه بوافق بيعطيك على اساسها. في عندنا كمان العروض اللي هي اهم شيء، اوفر وول، بضغط عليها. طبعا اصدقائي موجود ثلاث انواع من العروض، عندنا الاوفر تورو، بيرسونالي، وانداز، للاسف اني غير متاحين في سوريا، لكن ممكن يكونوا متاحين عندك اخي الكريم. طبعا عروض كويسه، هون 195 كوين، هون 195 كوين. طبعا ممكن كمان تشوف عروض لتحت بالالاف، شايفين اصدقائي 1600 كوين، لتحت 1200 كوين، 1600 كوين، يعني ممكن تلاقي عروض منيحه بتقوم بهي العروض وتكسب منها. طبعا بعض العروض بتشتغل بالجمهوريه العربيه السوريه، لكن اغلبيتها غير متاحه عندنا، لكن انت ممكن يكونوا عندك ببلدك متاحين اخي الكريم. شوف هاي العروض، نقل بيناتهم، حتى البرسونالي كمان عروضها كويسه، شوفهم اخي الكريم ممكن تكسب منهم شيء منيح. شايفين اصدقائي سوري سيمز يور بروفايل داز نوت كومبليتلي ويز ذا سيرفر نيدز، يعني غير متاحه في سوريا. في عندنا كمان اصدقائي رابط لي حالي، اذا رحنا على الداشبورد، شايفين اصدقائي اذا رحنا على الداشبورد بشاهد رابط لي حالي الخاص فيه، باخذ كوبي واوصل للاصدقاء لاستفاد هذا الموقع بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طيب نفترض نحن وصلنا للحد الادنى للسحب، كيف بدنا نسحب؟ راح اشرح الطريقه مثل ما انا راح احط مثلا اثبات السحب خلال فيديوهات قادمه. اول شيء بروح على اسم المستخدم، بعدها بيرسونال سيتنج مشان نضيف المحافظ الخاصه فيه.
طبعا بنزل لتحت بختار بالنسبة للبيتكوين لسه مو محدد هو محافظ نظامية او فرشة بيت، تمام؟ فبتركها فاضية، بجيب الباير، عنوان محفظة الباير او الاكونت ان او، بحطه بهي الخانة. في عندنا كمان لايت كوين، ممكن تحط لايت كوين من تراست وولت، بما انه محدد لايت كوين فهي محافظ نظامية حتى بيستقبل فرشة بيت كمان بدون مشاكل عن طريق الايداع العادي. في عندنا كمان بيرفكت ماني، ممكن تحط العنوان تبع البيرفكت ماني الخاص فيه في حال انا عندي حساب على البيرفكت ماني. طبعا اكثر شيء انا بستخدم الباير، بحط عنواني الباير هون، بنزل لتحت بحط الباسورد الخاصه فيه داخل هذا الموقع سبميت، بيكون حفظ لي طريقه السحب. بعدين بروح على كلمه ويزدرو، بوصل للحد الادنى مثل ما قلنا اللي هو 1 دولار، بطلب السحب. السحب بيتم خلال 24 ل 48 ساعه بشكل عادي من هذا الموقع ما عدا ايام العطل الرسمي. طبعا اصدقائي، في اذا سجلت هلا على الطريقه بهذا الموقع في هديه عضوية باينر، يعني عضوية مدفوعة راح تاخذها أخي الكريم بشكل مجاني إذا سجلت خلال هذه الفترة. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا ما كنتم مشتركين بالقناة، اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.